ملك اليمين كان نظاما موجودا قبل الإسلام في كل الأمم، كل الدول، مش الجاهلية وبس. وكان أي حد يتاجر، يتاجر في الحر أو في الحرة ويبيع فيه، فده بنسميه بيع الأحرار، زي ما بيحدث الآن اللي هو بيع الأعضاء والأحرار نفسهم وكلام ده. لكن لما الإسلام جه بقى نظمه بإيه؟ إن لا يكون إلا عن طريق الحرب المشروعة بين المسلمين وبين أعدائهم. يعني لو إحنا حاربنا إسرائيل، وإسرائيل دي مغتصبة للأرض بل ومعتدية على البشر وعلى العقيدة، وطبعا احنا بنتكلم المستحيل، يعني مستحيل ان احنا هيجي اليوم لنحارب في اسرائيل، ولو ان سورة الاسراء مبشرة بكده يعني، وليس مستحيلا على الله سبحانه وتعالى. فاصل الحرب من النساء هم ملك اليمين، بمعنى ان عشان أجلهم بيصبحوا ملكا للقائد أو للجيش أو للمسلم، يستمتع بيهم كما يستمتع بزوجاته. بعض بقى المتنطعين والمتشددين واللي بيسيئوا للإسلام يقول لك أنا أجيب واحدة من شرق آسيا تكون ملك يمين، وبموافقة زوجتي اخصص لها غرفة واستمتع بيها كملك يمين. هذا عراء وهذا ادعاء يعني لا يقول به الاسلام اطلاقا، لان الاسلام بيقول اما على الزوجة واما ملك اليمين. فاحنا هنا ملك اليمين المشروع هو نتيجة اسرى الحرب ضد المسلمين، ضد اغتصاب الارض، ضد العقيدة، ضد فما يفعله البعض الآن هذا اعتداء على حدود الله واعتداء على نصوص الله الشرعية في القرآن، وأرجو ألا نتأثر به إطلاقا.